في إطار توسيع آفاق التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تستضيف وزارة الدفاع الدورة التالية من ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد العسكرية التي تحكم العمليات العسكرية سويرمو في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 100 ضابط عسكري رفيع المستوى من كافة أنحاء العالم لتطوير فهم أكثر عمقاً حول القواعد التي تحكم العمليات العسكرية وإدماج الأعراف القانونية ذات الصلة في العقيدة العسكرية ونظم التدريب في السلك العسكري. ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد العسكرية التي تحكم العمليات العسكرية سويرمو 2018.